السؤال اللي ممكن يطرح بقى وبقوة وبشدة، لماذا تلجأ إسرائيل لتسريبات؟ طيب والسؤال اللي بعده، تسريبات يعني احنا بنتكلم عن انه في بعض التسريبات بتقولها اسرائيل انها تسريبات، ولكنها بعض التقارير الإعلامية المزعومة بتتكلم عن وجود تعاون مصري اسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين المعروف باسم فيلادلفيا، وده اللي موجود في القطاع. كويس، المصادر بتقول انه هذه الانباء عارية تماما من الصح، العقل والمنطق بيقول انها عارية تماما من الصح. مصر هتتعاون مع اسرائيل ازاي في أي قضية هتتعاون معها؟ في قضية الصراع العربي الصهيوني استحالة. طيب خليني أفهم أكتر، ويسعدني جدا إن أنا أسمع هذا الصوت الرائع لصديق عزيز وصديق قديم ما تقابلناش من زمان وما اتكلمناش من زمان، دكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية الباحث السياسي الكبير والمعروف. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، مساء النور. انا اسعد، انا سعيد جدا الى ابعد الحدود بسمع صوتك. دكتور عمرو، تقييمك للوضع الراهن في قضيه الصراع العربي الصهيوني في المنطقه والضمانات اللي ممكن تتخذ من الطرفين، سواء اذا كانت الاطراف الفلسطينيه، وانا اعني كلمه اطراف لانه حتى هذه اللحظه لا يوجد طرف فلسطيني واحد نقدر نقول ان احنا بنتكلم معاه، لانه حتى هذه اللحظه لسه حماس، لسه الجهاد ما هماش موجودين في منظمه التحرير، ده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه انا عندي الاحتلال الصهيوني على الارض العربيه. من يستطيع وضع ضمانات حقيقيه للوصول الى حلول؟ هي بايجاز شديد يا استاذ يوسف، الضمانه الاولى هي اسراع الاطراف الفلسطينيه المختلفه، سواء كنا نتحدث عن حركات المقاومة أو نتحدث عن السلطة الفلسطينية في رام الله، إلى عملية لبناء التوافق الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. حضرتك عارف أن منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الممثل الشرعي دوليا. السلطة الفلسطينية هي الفاعل المعترف به دوليا باعتبارها صاحبة حق حكم وإدارة الأراضي الفلسطينية. ففي سياق المنظمة بمشاركة من السلطة الوطنية بدون استبعادها طبعا مع حركات المقاومة الفاعلة على الأرض، لابد من الإسراع بإنجاز توافق وطني فلسطيني للإجابة على السؤال اللي حضرتك بتطرحه، هو فين الصوت الفلسطيني الواحد؟ بدون صوت فلسطيني واحد أخشى أن تستمر الأمور باتجاه هيمنة إسرائيلية على أغلب الأوراق المتعلقة بالصراع، وهو الحال الآن.